كشف تحتمس الرابع عن أبو الهول، وسرعان ما عين تحتمس الرابع الملك التالي. لكن سرعان ما عادت رمال الصحراء لتغمر التمثال من جديد قبل وصول بنائي المقابر إلى الهضبة. علينا أن نتخيل شكل أبي الهول حين كان مغموراً بالرمال. كل هذا الجزء كان مكسواً بالرمال باستثناء الرأس الذي كان مرئياً. كان الإغريق يؤمنون بأن أبا الهول كان تمثالاً واقفاً وأنهم كانوا يرون رأسه فقط، لم يتخيلوا أن يكون الجسم وراءه. وبما أن الرأس كان متوارياً، فقد حفر بناؤو المقابر وصيدوا الكنوز تحت أبو الهول بجهل تام. يتملكه الفضول منذ نشأته. نرى أن الناس على مر الأزمنة حاولوا أن يستكشفوا تحت تمثال أبي الهول، أما الآن فيحظر إحداث أي مسلك. لكن منذ مئات السنين لم يكن شيء محظوراً، كان في وسعهم فعل أشياء كثيرة هنا. الإنسان كانت عالية، ما يفسر وجود الأنفاق، لكن لا يزال الغموض يلف هوية الملك الذي يمثله أبو الهول. حين نرى أبا الهول من الأمام ندرك أنه متراصف مع هرم خفرع، وهو قريب جدا من معبد خفرع، ومن حيث المجازة من المقدر أن يكون تابعا للملك ذاته. لكن علماء الآثار المصرية الآخرين لا يوافقونه الرأي. حين ننظر إلى هرم خفرع من البديهي أن يبني الملك مجازة على زاوية بتسعين درجة بالنسبة إلى الهرم والوصول بها بشكل مستقيم إلى هذا المعبد في الوادي، لكن هذا ليس ما فعله، لأن المجازة التي بناها تخللها انحراف نحو الجانب الآخر، لأن مقلع الحجارة كان يعترض طريقها. أظن أن خوفو هو المسؤول، لأن العينين منفتحتان جيداً وواسعتان. ثمة ميزة أخرى هي القبعة التي يعتمرها، فالقماش مخطط، لكن في عهد خلفائه كانت القبعات المخططة قد اختفت. من المحتمل أن يمثل أبو الهول خوفو باني الهرم الآخر، الهرم الأكبر القائم على مقربة منه. خوفو كاد أن يتسبب بإفلاس الدولة، فمن المحتمل أن يكون أحد أبنائه قد بنى أبو الهول وهو جذفرع بهدف استرجاع ثقة وتمتع المكان في خوفو.